تبقى سهر لينا هاد الكنز هذا. جيتي البطاط ما بقى والو، شي حوايج بساط وغنحل النص، خصوصا هاد الكتاب عاوني بزاف. مزيان اسيدي، قول لي ادريس وي شنو هما الحوايج اللي غادي ديرهم الا لقينا الكنز؟ قصيني واحد النقطة صاحبي اللي كتضرني يا صاحبي، ولكن يكون خير ان شاء الله من تما لتما. انا غالبا قلت ان شاء الله غادي نستقر وندير وليدات ونتزوج ان شاء الله. طبعاً الحال ما غاديش نكون بعيد عليك، نكون في بلاصه واحده ان شاء الله، وندير شي مشروع ان شاء الله اللي نحرك به الدراري والشباب. راك عارف تشتحنا عانينا بزاف اصاحبي. ايه بلان واعر. وانت شنو غدير به؟ اما انا غادي نحقق كاع الاحلام ديالي اللي كنت كنحلم بهم واحد بواحد، ونكون ديال راسي ميتحكم فيه حتى شي واحد. ايه يا سيدي، ايوا ان شاء الله هاد الكنز هذا غيخليك تكون ديال راسك وديال سيادك، انت تتحكم بهم كاملين. قول لي يا بعدا. نعم. راه قال لك ديك البلاصه اللي فيها الكنز راه مسكون وفيها الجنون. و بطبيعه الحال تكون مسكونه صاحبي، الجنون على حسابي. كاين واحد الفقيه صاحبي دقه وطله نوري حتى الفقه ولا عشران، راه كنعرفوها صاحبي من شحال هذا. ضربوا على حسابي الصباح الفقيه غادي يكون وغنقصدوا الكنز ان شاء الله. ان شاء الله. شي كنز فين كاين؟ حليت اللغز. شجره كبيره، الشجرة اللي فيها العلامة هي هذه اللي فيها العلامة تحت الكنز. هاد الشجرة هادو اني اليوم هادو كيديرو باش يعقدوا اللغز. يعني الشجرة هاد الشجرة هاد ان شاء الله. سير الله. انا غادي نوض اخويا نعصرني مهلوكم ودكدك ديال بصح. سير اخويا، ما قلت انا اللي من الصباح عميت عينيا فهاد التجربة. الصباح الاخر. صبوت سليم سليم صبوت سليم. انا راه تابع غير جوادي، وجوادي ما عمرهم خيبوا ظني. داكشي اللي بغانا نصدقوا باذن الله. هذه المهمه رقم 70 اللي غادي تكون ناجحه باذن الله. 70 نوقف. انا وقفت جوادي. فين غادي نمشي يا جوادي؟ شوف شوف الوثيقه، شوف الشجره، العلامه اللي في الشجره. الشجره اللي فيها العلامه كاينه كبيره كبيره. شحال جوادي من خطوه؟ 14 خطوه حتى ل 15 وغادي نلقاو راسنا فوق الكنز ان شاء الله. حسبوه. 1 2 12 13 14 هذه هي الشجره اللي فيها العلامة. هي العلامة. إذن هنا فين كاين الكنز؟ هنا فين كاين الكنز؟ هنا فين كاين الكنز؟ يلا اش كتسنى؟ يلا بسم الله على بركة الله. الكنز هذا خصو يتفوسخ. يتفوسخ. خصو يتفوسخ. يتفوسخ. ومن بعد ان شاء الله فاش غادي يتفوسخ غادي ناخذ 20% اللي اتفقنا عليه. انت كيفاش 20%؟ ياك واش تحمق ولا بغيت تحمقنا معاه؟ اي درت معاه غنعطيو 20%. بالرب لا خديتيها بالله، تم اللي جيت وبارك علينا جوادي ما جوادي كذا. انت اش كيقول هذا الدري؟ عطاو 20% ديالو.
بلاتي نفهم السيد وين يجي. شوف هذاك صاحبي انا اللي كنفهم ليه، انت غريح وشوف 20% ديالك بغات تشد. عرفت انت تعرفني انا عرفت شي واحد اخر 20% ديالك بغات تشد. محمد السيد دار معنا 20% ديالو، 20% ديالو غنعطوها له. شوف ادريس بلا ما تفرع عليا راس الله يرحم لك الوالدين، بغيتي تعطي 20% من 50% ديالك عطيها له، انا راه ما غاديش يد عندي والو. انت غتعطي 10% وانا غنعطي 10%. ولا الشريف لا حنا نضربو في التمار جي يديها وهي بارده. اييه كاسمعش الهضرة صاحبي، كاسمع الهضرة كون عطيتك 20% تاعك. وحنا اتفقنا على 20% ما اتفقناش باش تقتلو. طماع انا طماع يموت طماع، الله يعاونو ويعاونو، شفت حوايجك. بركة. كاين هنا ما فهمش والو انا. قتلته دفنته في الغابة، واحد شوية كيخرج لي أنا فيه الضربة، فهمت؟ شحال من خطرة محمد قتلته أصاحبي، قتلته محمد قتلته ودفنته في الغابة. شنو الغابة؟ بلاتي دابا نوريك فين؟ لا واش انا غنضرب معاك كامل نتفلى عليك يا ولدي. يلاه قبر ادريس وغي تباني. ادريس شوية عليك ادريس، فكر بعقلك ادريس، فكر بعقلك ادريس، كتنزع عليا ادريس، فكر بعقلك. هنا هنا فين قال القايش هو هادي ادريس، وادريس الله يهدي. عطيني عقلك ادريس،
ادريس مالك ادريس ادريس كان هنا القبر كان هنا يلا ادريس مشي ادريس القبر هنا حفرته بيتي سامح واخا يلا ادريس ادريس شوف في ادريس راه اسرى بدري اش كتقول ادريس واخا صافي شوف شوف في انا نشوف طاب شوف ما فهمتش انا ما فهمتش حفرته بيتي هنا صافي واخا يلا مشي دابا للدار صافي انا مشي للدار ما صدقتينيش ياك صافي يلا مشي للدار مشي للدار فين الفقيه صافي كاين تما يلا مشي لا الفقيه في طوالك واش ناقص ابو محمد كاين تما يلا مشي دابا للدار نقصتو بيدي دخلت للبيت وسديت عليا اشي اشي صاحبي اشي اشي صاحبي امشي صاحبي ودريس فينو محمد ورقت لك صاحبي دفنتو بيدي دفنتو بيدي يا صاحبي صافي واخا شوف شوف يلا معايا للدار شوف ما شغليك انا في هذه الحاله حالتك النفسيه راه بايظه بزاف غير يلا نمشي ادريس اخويا ارتاح دخول ارتاح شوف مرحبا بك ادخل ادريس شوف خويا ادريس شوف فيه شوف فيه ياك انا خوك ياك شفت عندي الدار باش ترتاح ارتاح خود راحتك خاصك شي حاجه نجيبها لي داك الشوف شوف محمد غنقلبو عليه غنمشيو نقلبو عليه انا وياك وبشوي غنرجعو شنو واقع عليك ادريس شنو واقع عليك انت كتشوفي حاجه مش انا حتى لقيتش في هاد الحاله جيب نزورو هو محمد صدقت ما لقيت محمد خرج عندي دريت واحد الحاله هيستيري كيغوت خويا مهدي خويا مهدي بدا كيقول لي محمد محمد كيقول لي فين محمد كيقول لي راني قتلتو شي حال صاحبي كيفاش ولات انا ما فهمت والو انا راسي خربقوا لي راه كيقول لي شي ضراره فاش كنت معاه صافي الغابه الفقيه مشنوق محمد مات شطرا من دريس ما عرفتو محمد حتى هو غابر ضروري غدا خصك تشوف لي شدو لنا ثاني داكشي اللي غادي ندير ناخذ له رونديفو باش الله يبدا الحصص ديالو ان شاء الله وصافي امرا ولا خويا
C'est Hicham, on m'a dit qu'il y a un rendez-vous aujourd'hui. Entrez-le. Le maladie à la salle de prévenir. انا قدرك المحتوم، انا قدرك اللي ما من هروب. انت لا قتلتيني مره، انا نقتلك عشره. ان شاء الله غادي نستقر ندير في وليدات ونتزوج ان شاء الله. طبعا الحال ما غاديش نكون بعيد عليك، نكون في بلاصه اخرى ان شاء الله. تمينا السنين إذا العشنا معنا.